طويل وانا يعني ما كانش محضر ندير له حوار. نعم. تكلمت معاه بعد ولا فيه حوار. كان واحد الباساج هو قال لي بلي يقال سمعنا بلي يقولوا الفار تاع لاكسيون الاولى تاع كابوت توقف كان البال 3 دقائق. هو قال لي يقال لكن ماشي لا ريبونس تاعو واحد اخرى. نعم. قال لك يشاع انه توقف لكن انا ما نقدرش نقول لك يشاع ولكن هما راحوا لا فيفا اللي اعتمداتو يعني. نعم. هو ما عندهمش دخل في الفار يعني لو باساج دي داوه كالكو سيت في الديبي موش هذاك لا ريبونس تاعو نهار يكتفي صا يقول لك انا ما احنا ما عندناش دخل في لافار يعني. نعم. احنا رحنا لا فيفا وسي بون معتمدين بلا فيفا ما عندوش مشكل وما على بالوش اسكو الفار عنده مشكله ما عندوش مشكل. نعم. قال لك لا ويمكن ان اجزم بذلك ولانه احنا كي رحنا لا فيفا هما اقترحوا لنا الشركه تاع اللي دير لافار هذه وحده. نعم. ثاني يقول لك تواصل معايا اتصل به رئيس الاتحاد الدولي. نعم. انفانتينو نهار اللي اعلن الاستقاله تاعو قال لك اتصل به انفانتينو وموتسيبي رئيس الكاف سامورا الامين العام للفيفا والامين العام لاكاف. انفانتينو قال له لماذا استقلت؟ ربما كان يبحث انفانتينو كان فيه ضغط الاسباب هو ما هو شرف الدين بس ما قاليش اسكو الدوله ضغطت عليك. آه. وما فهمش هذا الكلام من عنده. نعم. يعني قال لك اسالني لماذا يعني بسبب مباراه في كره القدم تستقيل. هو قال لي انا قلت الضغط الجماهيري كان كبير يعني الصدمه كانت كبيره جدا لاننا لم نتاهل للمونديال فوجدت نفسي مضطرا للاستقاله. نعم. تحت ضغط الجماهير وليس السلطه ولا. نعم. قال الضغط ما تحملوش. انفانتينو قال له فكر وطريت يعني الاقصاء ليس نهايه العالم وقال لنا ما الاقصاء هل هو شجاعه ام تهرب من المسؤوليه؟ هو قال لك سانك دو باتريوتيزم. هو قال لك انا سانك دو باتريوتيزم انا مسؤول ولست مذنب. انا كرئيس اتحاد الجزائر لكره القدم لم نتاهل الى كاس العالم اتحمل مسؤوليتي واستقيل. نعم. لكنني لست مذنبا. قال لي ما قلت لانفانتينو في النهايه قال له انا يعني خليت المنصب تاعي كرئيس الاتحاديه بسبب التحكيم الافريقي بسبب التحكيم. قلت ماذا يعني ذلك؟ لماذا قلت هذا لانفانتينو؟ قال لي اني في وقت سابق كنت اقول للمسؤول على مستوى الكاف والفيفا ان هناك مشكل في التحكيم، هناك اخطاء كثيره يمكن ان تؤثر على نتائج المباريات، وحين تواصل مع انفانتينو بعد اعلان الاستقاله قال لي ذكرته بهذا الكلام وقلت في النهايه احنا نترك المنصب تاعي على جال خطا تحكيمي. اللي كنت دائما واقول وندد بالاخطاء التحكيميه اللي اليوم كلفت الجزائر المشاركه في المونديال. نعم. قال هو مازال مصر على الاستقاله. قلت لماذا استقلت ثم تراجعت؟ قال لك انا لم ولن اتراجع عن الاستقاله. الذي حدث انه انا جئت للاتحاديه افيك موندا من عند لاسومبلي جينيرال، جيت افيك سكيورتي دو ليست، جيت انا رئيس وفيه القائمه ليكيب تاعي، انا اللي جبتهم معايا باش ينتخبوا عليهم في الجمعيه العامه. هو يقول اخلاقيا من المفروض يستقيلوا، انا استقلت يروحوا معايا، سيمون ليكيب تروح معايا. قال لي انا تفاجات لاصرار ما ذكرهمش بالاسم يعني وقال على تشبثهم بالبقاء يذكر مولدي عيساوي قال وزير سابق واكيد يقصد بهلول ربما يقصد قاسمي يقصد أمامار يقصد العديد منهم اللي ما حبوش يغادروا الاتحاديه. نعم. يقول لك هو الرئيس المقبل من حقه يجيب بفريق. قال لي لذلك انا قررت ان ليس التراجع قررت ان اذهب الى الجمعيه العامه اللي اعطتني الموندا واستقيل امام الجمعيه العامه. قلت لكن انت استدعيت مكتب فيدرالي اون اورجونس واستقلت بالصحافه بالصحافه درت ندوه صحفيه. نعم. ودرت كتبت في السيت في السيت لا فيدراسيون. نعم. وداروا ان انتريم اللي هو محمد معوش. قال لي انا ما درتش استقاله كتابيه. الاستقاله الكتابيه ما مديتهاش للامانه العامه وهو الطرح تاعو هو الكلام تاعو. نعم. ولكن اعتقد جازما بانه عاود تراجع ليس من اجل البقاء من اجل ارغام اعضاء المكتب الفيدرالي للرحيل. نعم. هذا هو الطرح تاعو. اصر على انه ليكيب تاعو اللي جات معاه لازم تروح. نعم. لذلك هو يصر انه يذهب للجمعيه العامه اللي عطته له موندا في الجمعيه العامه الاستثنائيه يستقيل. وحين يستقيل في قناعته المكتب الفيدرالي معاه يسقط ويكون مطالب. نقول لك باللي كان انا البيلون تاعو انا نقدر نقول لك البيلون تاعو نيجاتيف 100% نيجاتيف مثلا بريميرمون هو نهار مهزله الشيراتون في الندوه الصحفيه الى بالي دو 13 بوان
13 نقطه في البرنامج تاعو. 13 نقطه هذيك 0 بوين ما تحققش. فهمتني؟ دونك هو تكلم على لا ميزون كونفورميتي كي تي اون اورجونس. تري بيان ياك لا ميزون كونفورميتي دي ستاتيو تاع لا فيفا مع تاع لا اون اني ابري ما دارهمش. هو راحوا ما دارهمش. هذه واحده. دوزيامو لا موفيز جيستيون تاع 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 لي انفراستركتور تاع وين باسكو ويتباه يقول لك رافقنا الفريق الوطني. كان رافقت الوطني ما يجيش الوقت وين بالماضي تكلم على لا موفيز بيلوز. هذه لا دوزيام. لا تروازيام لي رولاسيون طوندو مع الناخب الوطني. ما كانش علاقات عمل بينه وبين الناخب الوطني. ثاني كان تعهد باش في سيدي موسى. سيدي موسى نزل الفريق الوطني اوتيل لي فينك الى حد الان الى با ليفري لي طرافو. هذا سي عمر مازال خشوا له دوني ما فتحوا ديرنيير مون لي موجاج دي تي ان لو سيكريتير جينيرو لا كومونيكاسيون درك ما نهضروش عليها. عدم مواصلات بناء لي سونتر دو فورماسيون ريجيونو. فهمتني؟ سي زابسون سي ريبيتيف في الكوميتي اولمبيك. فهمتني؟ ما دارش على بالك. هو المهمه الاولى هي تطوير كره القدم. باش تطور كره القدم لازم دي ستاج دونترينور. حبسوا لي ستاج دونترينور. ما كاش كاف ا ما كاش كاف بي ما كاش كاف سي هادو كاع. ويزيد يتكلم يتباهى. كاينه حاجه ان كونستونت عنده سي هذه جامي شفناها وهذه وصمه عار تبقى في التاريخ تاعو في الجابين تاعو هو لا بريزيدونس تاعو لا كوميسيون داربيتراج. نورمالمون باريتيك لازم يحترم قوانين الجمهوريه لازم يحترم النوادي.